dormir. ايه هذا جانو انا بعرفه منيح. حلو يلا شباب وراي. واقف عندك انت وياولا. هذا هو جانو وهذا عدنان الفرارية الفطون. سيدي الفطون وقتو الله وقعكم. نخ عامل فيها قبضاي ما هيك؟ شو؟ الله يعطيهم العافية رجال. شعو هلال يا بي. اي والله ميت اهلي سيد هلال. اي والله اشرقت الانوار. وينك؟ طولت الغيبة علينا ما طولت. اخص عليك يا عويني اخص. خلينا نخلص من الدورية احسن ما يساوي لنا عي وجع راس. وهذا الندل سلوم كمان خليه يرجع لاهله. والله ما عاد عيدها اصلا. انا بدي اترك الدرك كله. راح تنقلع على بيتك. حتنقلع على بيتك وبكره منشوف. بكره بيبان كذبك من صدقك. داخل على عرضكم يا رجال. داخل على عرضكم. عبدو مر نعم يا بعصار. هي انت وظافر خلوا الشباب هدول بمعيدكم بالمضافي لنبت بامروا الاهلال. اعتبروا صاروا هنيك ما في كلام. يلا خاطر بشير شوفوا شغلكم. براك يا ربي. يلا يلا من هنا. براك الدابي. يلا براك. يلا ابو حسن خليك وراها. حرك امشي حرك امشي امشي امشي. هات لشوف مين اللي دافشك عليه. رد على ابو عصام يا واطي. مين اللي دافشك؟ كومندان. ولك ليش؟ لك شو غايته؟ غاية انه ينزع سمعة ابو عصام. وزعتر ليش قتلته؟ احكي ليش قتلته ولا؟ حتى اخلق الفتنة بينكم وبين حارة اليهود. وانت اللي حرقت الحارة ما هيك؟ لك ليش كل هالشيء؟ ليش؟ ليش؟ فهمني ليش؟ طمعوني بالمصاري. طمعوك بالمصاري؟ مشان المصاري قلت لي. ايه مشان المصاري. مشان المصاري؟ مشان المصاري بتبيع اهلك وبلدك وناسك لك واطي؟ يا عيب يا عيب. يا جماعة أنا زلمة معتر وعلى بابا. والله طمعوني بالمصاري. والشيطان هيك أغواني ورضيت. لك يخرب بيتك من حالك. يخرب بيتك من قامتك. ولك إذا كل فقير فكر متك ما بيصفى خير لا بالبلاد ولا بالعباد. خلص علي يا بي. طولوا بالكم يا جماعة. شو تخلص علي؟ هذا الواطي لازم يصير عبرة لكل الواطين اللي مثله. يلا يا بي يلا يلا تحرك. وملا يا واطي شو على قناة ترولك اللي بتحرك بوصوا. والله ما قلتوا يا واطي. شو على قناة؟ تسأل مستدسك يا ندعي واطي. ركو قلتوا بوصوا. حط المسدس من ايدك. والله ملك ولك. حط المسدس من ايدك حاجة ملاش الها. ولا بوصوا ولا بوصوا. والله لدوقك الموت مثل ما دوقته لغيرك يا واطي. ولك انا غريمك له. تريك يا بي تركوا العصام. انا غريمك اوصلك اليك. لا يا بي لا. لك عمي عمي تريك عصام اللي بدك اياه بيصير. ما بدي غير هالكلب يا بي. ولا قوة إلا بالله. الله يغفر له. قوم أخي عصام دفنوه والله يسامحه.